الحمد لله رب العالمين، وصلي على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. بعد إن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيئة، بعد إن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيئة وزغرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وجعلته فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلته ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة وكل شرعت له شريعة ونهشت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، وألا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، وألا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا
وأقمت لنا علما هادئا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن انتجبته سيدا من خلقته وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اجتمعت وأكرم من اعتمدته قدمته على الأنبياء على أنبيائك قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرشت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك وأودعته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد إن بوأته مبوأ صدق من أهلي وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس ببكة مباركة هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلى الله عليه وآله ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولى فعلي المولى من كنت مولى فعلي مولى
اللهم والي من والى وعادي من عادى وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجرين شتى وأحله من محله هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه وسد الأبواب إلا بابه وأودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد حكمته فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عدتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبقه بقرابته في رحم ولا بسابقة في الدين ولا يلحق في منقب ولا يلحق في منقب من مناقبي يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الأولين والآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله
صلى الله عليهما وآلهما لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولدي، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. على الأطايب من أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآلهما فليبكي النادبون فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون. أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الإمة والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء؟
بين معز الأولياء ومذل الأعداء. أين جامع الكلمة، أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ وناشر راية الهدى، أين مؤلف الشمل الصلاح؟ أين مؤلف الشمل الصلاح؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه؟ أين صدر الخلائق، أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرة وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقى والحمى يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القباقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المنيرة، يا ابن السرج، يا ابن السرج، يا ابن السرج المضيئة.